بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد إن شاء الله في مادة التلوث البيئي للفرقة الثالثة قسم مدني، واللي إن شاء الله هنتكلم فيه عن النويز بليوشن. أول حاجة إزاي تحسب النويز ليفلز. أولا لازم تعرف وحدة النويز أو الساوند بريشر ليفلز، وهي عبارة عن الديسبل، في اللي لها وحدة تانية وهي البيل، والبيل عبارة عن 10 ديسبل. يبقى البيل أو الديسبل، البل عبارة عن 10 ديسيبل. طيب لو انت بقى عندك سورس يطلع لك ساوند اللي هو بيعمل نويز، وعندك اكتر من ساوند بريشر ليفل، لو انت عندك مثلا شخص هنا كده بيحصل عنده اول ساوند ليفل، وشخص تاني بيحصل عنده ساوند ليفل تانية اكيد هتبقى مختلفة عن الاولى، فانا هرمز للشخص الاولاني اللي بيحصل عنده اول نويز ليفل بل واحد، والشخص التاني ال اتنين، وكل واحد منهم على بعد معين من الساوند سورس دوت. فال واحد هنرمز البعد بتاعه بار واحد، والال اتنين هنرمز ليها بار اتنين. وتعالى بقى نجيب الساوند ليفل ال اتنين. ال اتنين بيساوي ال واحد ناقص 20 في لوج 10 افتح قوس ار اتنين على ار واحد. شرط الوحدات هنا ان ال واحد والال اتنين يبقوا بالديسيبل، والار واحد والار اتنين يبقوا بالمتر. طيب لو انت عندك بقى اكتر من ساوند بريشر ليفل، يعني انت كان عندك هنا اتنين وكل واحد فيهم على بعد معين من السورس، لو انت عندك اكتر من اتنين عايز تجيب ال افريج، عايز تجيب الساوند بريشر ليفل اللي بيحصل في اليوم ده، فمثلا هيبقى عندي عدد معين، هقول 10 لوج 10 افتح قوس 10 اس ال واحد زائد 10 اس ال اتنين زائد 10 أس ال 3 وهكذا بقى لحد العدد النهائي بتاعك، في الآخر بتقسم على العدد اللي عندك. فنفترض إن هم عددهم 3، فهيبقى 10 ال 1 زائد 10 ال 2 زائد 10 أس ال 3 على العدد بتاعك هنا هيبقى 3. طيب لو بقى الساوند ليفل ده مرتبط بالبريشر، لو هو متقاس in terms of pressure، طيب يبقى ال ال بي، ال ال بي هنا اللي هو الساوند ليفل اللي أنا عايز أحسبه، نرمز له ال بي عشان خاطر هو مرتبط بالبريشر، عبارة عن 20 في لوج 10 في بي على بي نود، بيطلع معايا الناتج بالديسيبل. ممكن تلاقيها في بعض الكتب 10 لوج 10 بي على البي نود، وتلاقي هنا اس 2، بس طبعا خد بالك اس 2 جوه هنا كده، فالاتنين دي لو نزلتها اصلا من اللوج هتبقى 2 في 10 ب 20، فهو هو نفس القانون، وبتطلع معايا هنا ال بتاعتي بالديسيبل. بناخد البي نود ب 2 في 10 اس سالب 5 لان هو الستاندرد ريفرنس بريشر بتاعنا، فهو از تيبيكال نمبر 2 في 10 اس سالب 5 نيوتن على المتر المربع. طب لو انا عايز احسب الدي نايت ايكوفالنت نويز ليفلز، لو انا عندي مثلا بيحصل نويز ليفل بالنهار ات دي وبيحصل نويز ليفلز بالليل في النايت، فانا ممكن اجيب العدد بتاعهم واعرف من خلال قانون ال ال افريج اللي احنا لسه شايفينه في السلايد اللي فات، اعرف ال ال دي بكام وهعرف ال ال نايت بكام. صح، ده ال ال دي اهو وادي ال ال نايت. ال دي ده بيعتبر من الساعة 6 اي ام ل 9 بي ام، يعني حوالي 15 ساعة، والنايت اورز من 9 بالليل لحد 6 الصبح، وده يعتبر 9 ساعات. فلو جمعت ال 9 وال 15 هيديك 24، فانت تقدر تحسب ال دي لوحدها وال نايت لوحدها من خلال العدد اللي عندك لو كان 2 او اكتر، من خلال القانونين اللي فاتوا اللي انا لسه شارحهم. طيب لو عايز بقى تربط الاتنين مع بعض تجيب ال في اليوم كامل اللي هو ال دي نايت، في قانون بيربط لك ال دي بال نايت اللي هو الايكوفالنت نويز ليفل في الدي نايت، عبارة عن 10 في لوج 10 افتح قوس 15 على 24 في 10 أس ال دي على 10 بيحولها لوحدة البل، زائد 9 على 24 افتح قوس 10 أس لين ال ان ده ال نايت يعني، زائد 10 على 10. هنا احط ال دي على 10 مباشرة، انما هنا ضاف على ال نايت 10 قبل ما يقسم ال 10. بيقول لك السبب هنا ان مستويات الصوت بتبقى منخفضة اثناء الليل، فهو عايز يعلي القيمة بتاعت ال نايت، فبيبدأ يضيف لها 10 وبيطلع الناتج معاه في الاخر خالص بالديسيبل. طيب تعالى بقى نشوف الامثال على الاربع قوانين دول. اول مثال معانا بيقول the noise levels at a particular location
ار 65 ديسبل و70 ديسبل و78 ديسبل. يبقى انا عندي ال 1 وعندي ال 2 وعندي ال 3 measured during an hour of the day، اتقاسوا في ساعة من اليوم. find out the average noise levels at the location. يبقى الحل بتاعنا ان انا عندي 3 noise levels، ال 1 اللي هي ب 65 ديسبل، الاثنين ب70 واللي ثلاثة ب78. يبقى خش هنا القانون، نقول القانون اللي فيه اكتر من 2 ساوند ليفل، وهم اللي هي الافريج بتاعنا 10 لوج 10 في 10 اس. اول واحد او اول ال هقسمها على 10 عشان بقول لك بدخل بوحدة البل، 6.5 زائد 10 اس 7 اللي هي 70 على 10 زائد 10 اس 7.8 من 10 اللي هي 78 على 10، هقسم على الثلاثة بتاعتي لان انا هنا عندي 3 ساوند ليفلز، هيطلع معايا الناتج 74.5 ديسبل. طيب تعال نشوف المثال التاني. المثال التاني بيقول لك the sound pressure level is measured at 5 في 10 اس سالب 4 نيوتن على المتر المربع. يبقى هو هنا بيقول لك ان الساوند بريشر متقاس في بالنسبه للبريشر، متقاس عندي بالنسبه للبريشر، فعايزك تحسب النويز ليفل ان ديسيبل. يبقى انا طبيعي ان انا هربط النويز ليفل ده بالبريشر، فانا عارف ان البي نود اساسي بالنسبه لي 2 في 10 اس سالب 5 نيوتن على المتر المربع، والبي اللي هو مداني ايا كان بقى سميها بي 1 ولا بي، هي 5 في 10 اس سالب 4. عادي جدا اخش القانون سهله. يبقى ال او ال بي ايا كان المسمى بيساوي 20 في لوج بي 1 على البي نود، 20 عندها ايه ثابت، البي 1 مديهالي في المساله اللي هو بيبقى مديهالي 5 في 10 اس سالب 4، والبي نود انا عارفه ب 2 في 10 اس سالب 5، فهيطلع معايا ال از تيرم طبعا اوف بريشر ال بتاعتي 27.99 نسبه. تعالى المثال الثالث، وهو بيقول لك it's required to find out the day night equivalent noise levels at a location 3 hourly average values in decibel 48 و54 و56 و52 و61. دول كده كذا نويز ليفل متقاسين بالنهار في 3 ساعات، يبقى هو نقى 3 ساعات از افريج فاليوز وجاب لك النويز ليفلز دي بالديسيبل 48 و54 و56 و52 و61، يعني 5 نويز ليفلز. اند 3 اورلي نايت افريج فاليوز ان ديسيبل في 3 ساعات برضو بالليل، قاس النويز ليفلز اللي هي 36 و42 و48، يعني 3 نويز ليفلز. عايزك تحسب ال LDN اللي هو الإكوفلنت أو الـ Day Night Equivalent Noise Levels. هجيبها ازاي؟ أولا لازم تحدد ال LDay Average، أنت عندك كذا Noise Level بالنهار، وثانيا لازم تحدد ال LNight Average لأن عندك كذا Noise Level بالليل. بعد كده تجيب ال LDay Night. هنعملها ازاي؟ أول حاجة تعالى نجيب ال LDay Average هيساوي 10 في Log، افتح قوس 10 اس اول نويز ليفل عندي على 10 اللي هو 4.8 من 10، بعد كده 5.4 من 10، بعد كده 10 اس 5.6 من 10، بعد كده 10 اس 5.2 من 10 زائد 10 اس 6.1 من 10. هم عددهم كام؟ 5. يبقى اقسم على العدد بتاعي اللي هو 5، هيطلع معايا ال دي ب 56.29 ديسيبل. طيب ال نايت نفس الحكايه بالظبط، اقول القانون بتاعي اللي هو 10 في لوج 10، افتح قوس 10 اس اول نويز ليفل عندي على 10 اللي هو 3.6 من 10 زائد 10 اس 4.2 من 10 زائد 10 اس 4.8 من 10، هقسم على العدد بتاع النويز ليفلز اللي هو 3، هيطلع معايا ال ال نايت افريج 44.41 ديسبل. هدخل بقى القانون بتاع ال ال داي نايت اللي هو بيقول 10 في لوج 15 على 24 في 10 اس، هاخد الرقم اللي انا طلعته ال ال دي افريج اقسمه على 10 زي ما اتفقنا بالبل زائد 9 على 24 في 10 اس، هاخد ال ال نايت افريج وهجمع عليه ال 10 الاول عشان قلنا مستويات الصوت منخفضه في ال ال نايت على ال 10، هيطلع معايا الرقم بتاعي 55.68 ديسيبل. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.